أنا أبا صاحب السمو الملكية الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر سمو الشيخ سلمان بن خليفة الخليفة مستشار صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء. أنا أبا لحضور حفل الاستقبال الذي أقامته السيدة نور الهدى أحمد القائم بأعمال سفارة سلطنة بروناي دار السلام لدى مملكة البحرين، وذلك بمناسبة ذكرى العيد الوطني 32 لسلطنة بروناي مساء اليوم في فندق الريتز كارلتون. ونقل سمو الشيخ سلمان بن خليفة الخليفة للقائم بأعمال سفارة سلطنة بروناي تهاني صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بهذه المناسبة الوطنية لسلطنة بروناي وشعبها الصديق، وتمنيات سموه لهم بمزيد من الرفعة والازدهار، مشيدا سموه بما يربط بين البلدين الصديقين من علاقات متميزة في مختلف المجالات. من جانبها أعربت القائم بأعمال سفارة سلطنة بروناي لدى مملكة البحرين عن شكرها وتقديرها لما يبديه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء من حرص واهتمام بتقوية أواصر التعاون والتقارب بين البلدين لما فيه صالح شعبيهما الصديقين، متمنية لمملكة البحرين وشعبها الصديق دوام التقدم والرخاء.